برعاية الأستاذ عبد الرحمن دباغ مدير عام تربية نينوى، أقام قسم أحو الأمية هذا اليوم 11 الدورة التاسعة لامتحان أنصاف المتعلمين، والتي بموجبها يمنح شهادة الرابع الابتدائي. العدد الأغلب اللي شارك اليوم هم من أبنائنا من القوات الأمنية الحشد الشعبي. الشهادة تأهل الممتحن لإكمال المرحلة الخامسة والسادسة الابتدائي. سراب السبعاوي مدير قسم أحو الأمية.